في بلد منظومته الصحية شبه منعدمة، وقضت الحرب على ما كان موجود، وفي وضع اقتصادي وغذائي يقف على شفا الانهيار، وفي بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية وسلطات تشحذ كل قواها لمحاربة بعضها، ما هي استعدادات اليمنيين لمواجهة الخطر المحتمل كورونا؟ أهلا بكم. خرج عمدة نيويورك يناشد الممرضين المتقاعدين العودة إلى العمل لأن المستشفيات رغم جهوزيتها العالية فشلت في استيعاب المرضى. وفي إيطاليا ترك الأمر للسماء بعد أن خارت قوى الدولة وإمكاناتها في مواجهة فيروس كورونا. كل الدول التي واجهت خطر هذا الوباء شحذت كل قدراتها وخصصت مليارات الدولارات للقطاع الصحي لمواجهة هذا الخطر الذي يفتك بلا هوادة بشعوبها. في اليمن ماذا فعلنا؟ وما بوسعنا أن نفعل؟ وما هي إمكانياتنا؟ هل البلاد مستعدة لمواجهة الجائحة؟ فالوضع الصحي يقف على شفا الانهيار منذ سنوات، رفعت معه الأمم المتحدة من حدة تحذيراتها وسعت إلى إبرام هدنة بوقف إطلاق النار، ومع ذلك ما تزال الإجراءات الاحترازية لدى اليمنيين محدودة باستثناء حضرموت التي سجلت أولى الإصابات. عدد المصابين بكورونا يقترب من عتبة المليوني مصاب في العالم بحسب الأرقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية. أحدث وسائل التكنولوجيا الطبية المتقدمة تكاد تخفق في مواجهة هذا الفيروس، ودولة متقدمة انهارت وقررت ترك الأمر للسماء. فما الذي بوسع اليمنيين القيام به لمواجهة خطر محتمل إذا ما تفشى في بلد كاليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم؟ حتماً فإن الأمر سيفضي إلى كارثة. تقول بعض التقديرات إن عدد الأطباء في اليمن قرابة 7000 طبيب، أي طبيب واحد لكل 3700 مواطن، وإن نسبة الممرضين إلى عدد السكان تساوي ممرضاً واحداً لكل 2000 شخص، فيما لا تزيد عدد الأسرة في العناية المركزة بمحافظة صنعاء فقط بحسب الإحصائيات الأخيرة عن 260 سرير عناية مركزة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. أما أجهزة التنفس الصناعي فتقدر ب 120 جهازاً بمحافظة صنعاء، أي أن لكل 700 شخص سرير رقود واحد فقط. هذه الإحصائيات نقلت عن مصادر طبية في صنعاء فقط، أما في بقية المحافظات اليمنية فالمشكلة أكثر تعقيداً. يقول مختصون طبيون إن عدد السكان في اليمن يزيد عن 26 مليون نسمة، أي أن هذا العدد الهائل لا يمتلك إلا 800 سرير في غرف العناية المركزة بكل مستشفيات الجمهورية، وهذا يعني أيضاً وجود 100 سرير عناية لكل 3 ملايين مواطن. في بلد يشهد أردأ بنية طبية لم يبني فيها النظام السابق مستشفى واحداً خلال 15 عاماً مضت، فيما زادت الحرب من تدهور القطاع الصحي والبنية التحتية الطبية داخل البلاد بصورة أكثر فداحة. يحتاج اليمنيون إلى حشد كل الإمكانيات في طاقتها القصوى لتوفير محاجر صحية وأدوات طبية وتأهيل ممرضين ورفع جاهزية المستشفيات، وإلا فإن المواجهة المحتملة مع هذا الوباء ستكون خاسرة، خصوصا إذا لم يوقفوا اليمنيون كل معاركهم ويستعدوا لهذه المعركة. وكما قيل إن التباعد الاجتماعي هو أكثر الحلول نجاعة في مواجهة هذا الفيروس، وإن درهم وقاية خير من قنطار علاج. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور أدم الجعيدي، المدرب المعتمد في مواجهة ومعالجة كورونا لدى منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة، وعضو غرفة الطوارئ مكتب الصحة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وكذلك سينضم معه آخرون. بداية مساء الخير دكتور أدم. مساء النور بك أختي. أهلا بك. إذن دعني أسألك سؤال عام دكتور آدم، وهو أن تحدثنا عن مدى استعداد اليمن لمواجهة فيروس كورونا. طبعا أولا نتمنى للجميع الصحة والعافية لكم وللسادة المشاهدين ولكل ربوع هذا الوطن. بالنسبة للاستعدادات طبعا يعني مع الأسف هناك استعدادات يعني
لا تكاد يعني تذكر أمام يعني هذا الخطر الذي سيحل علينا لا قدر الله في حال وصوله إلى بقية المحافظات وانتشاره بالشكل الكبير الذي انتشر في بقية الدول. طبعا يعني خصوصا هنا في مدينة تعز يعني الآن لا يوجد لدينا يعني مراكز عزل لكي تستقبل الحالات إذا لا قدر الله سوى يعني مركز عزل بسيط يعني يجهز الآن من قبل منظمة الصحة العالمية ومكتب الصحة ولا يتجاوز 7 الأسراء. وأيضا هناك مؤسسة الشيخ حمود بادرت في إنشاء مركز عزل مكون من 6 أسرة، ما يقارب 6 أسرة عناية مركزة و30 سرير رقود، وهذه طبعا ليست كافية ولا تساوي شيء مقارنة بحجم انتشار الفيروس نعم. نعم، هذا بالنسبة للمعازل. أيضا هناك لابد من وجود محاجر طبية، أليس كذلك؟ هل هناك أي استعدادات لها؟ بالضبط، بالنسبة للمحاجر الطبية طبعا هناك محجر كان على أساس جهز في يعني في فندق الحرمين، لكن نتفاجأ في يعني انه هناك ايضا خلاف ما بين السلطة المحلية وبعض المبادرات او المؤسسات التي كانت تقول انها ستموله او ستتكفل في كل الامكانيات لديه. لكن الآن نتفاجأ في قبل يومين أنه بعض المؤسسات التي كانت قالت أنها ستتكفل بكل ما يلزم لهذا المحجر تنسحب، لا أنا لا أدري لماذا يعني، لكن إلى الآن المحجر يمشي وفق يعني إمكانيات بسيطة جدا لا تكاد تذكر. نعم، هل لكن هذا وقته لهذه الخلافات؟ يعني العالم يسعى بصورة سريعة لترتيب الوضع، خاصة والحمد لله أنه لم تظهر بعد حالات يعني للفيروس في المحافظة أو غيرها إلا حالة واحدة، لكن هل هو وقته الآن أن تظهر مماحكات بين الجهة المانحة وبين السلطات المحلية لوضع هذه التدابير؟ طبعا الوقت يعني ليس وقت الخلافات، والفيروس لن يرحم احد، والوباء سيعم الجميع بما فيهم المسؤول والصغير والكبير، يعني لن يرحم احد. لكن لا ندري ما الوضع الذي حدث يعني كي لا يتم التجهيز المتكامل لهذا المحجر او توليه من قبل بعض المؤسسات الخيرية التي كانت وعدت بان ستتكفل به يعني. نعم، إذا ماذا عن الفرق التي يعني يفترض أنه تم تدريبها أو سيتم تدريبها كونك مدرب في مواجهة ومعالجة كورونا، هل بدأتم في هذا المجال؟ طبعا نحن بدأنا منذ تقريبا 2 أسبوع في تدريب كل المستشفيات داخل مدينة تعز بما فيها الحكومية والخاصة، لكن كان هناك اختيار بسيط جدا من المستشفيات، يعني كان اعتقد يتجاوز 2 طبيب من كل مستشفى وتمريض وعمال نظافه، يعني لا يتجاوز تقريبا من كل مستشفى 8 أو إلى 9 من الموظفين، وهذا غير كافي طبعا. لكن بدانا ويعني واستهدفنا كل المستشفيات بما فيها الخاصه والحكوميه، والان هناك ايضا يعني فرق تثقيف ايضا بالتوازي معنا لتثقيف الكثير من الشباب الناشطين والشباب العاملين في مدينة تعز، وخصوصا فرق الكشافة وأيضا الشباب الفاعلين في المدينة بالتنسيق والترتيب مع مكتب الشباب والرياضة وأيضا مكتب الصحة. نعم، إذا هناك من يرى دكتور آدم أن لليمن خبرة مع الحميات والأوبئة، ربما قد تساعدها هذه الخبرة على تجاوز الجائحة، هل تتفق مع هذا الرأي؟ يا أختي العزيزة، طبعا بالنسبة للخبرة حتى في مواجهة الجائحات الأولى يعني بالنسبة للحميات أو بالنسبة للكوليرا كانت النتائج يعني بصراحة مؤسفة، يعني لم نكن نواجهه بالقدر المعقول أو القدر الذي يذكر يعني. لكن هناك أيضا فرق الاستجابة السريعة وفرق الترصد، صح لديها خبرة أو لديها تجربة يعني، لكن هذا لا يساوي شيء، فالإمكانيات وايضا الامكانيات والنظام الصحي ايضا متدهور الى يعني نقدر نقول انه لا يوجد. نعم، اذا اسمح لنا ان تنضم معنا الدكتور اشراق السباعي وكيل وزاره الصحه عبر الهاتف من عدن. مساء الخير دكتور اشراق. مساء الخير.
أهلا بك دكتورة، وأود أن تحدثينا عن استعدادات وزارة الصحة لجائحة كورونا قبل أن تصل. ألو ألو نعم تسمعين؟ نعم تسمعين الآن دكتورة إشراق، أنت على الهواء. ألو نعم دكتورة إشراق تسمعين الآن؟ أيوة طبعا بالنسبة أيوة أسمعك الآن أسمعك. بالنسبة لوزارة الصحة طبعا نحن لدينا خطتنا بانتباهات فيروس كورونا. طبعا الاستعداد هو جاري، اللي هو فتح المحاجر على مستوى المحافظات، وأيضا العزل، وأيضا تدريب الفرق، أيضا الإمداد لهذه المحاجر. نعم، إذا ما هي الإمكانيات؟ إذا هل هناك إمكانيات؟ نعم دكتورة، هل هناك إمكانيات لدى وزارة الصحة لتجهيز المعازل والمحاجر والتدريب والتثقيف الذي تحدثت عنه؟ نعلم أن ذلك كله يحتاج إلى إمكانيات مادية عالية. طبعا بالنسبة لوزارة الصحة هي تعمل وفق الإمكانيات المتاحة. طبعا الحكومة يعني قامت بدعم الوزارة، وزارة الصحة بنا يعني للبدء بتنفيذ الترتيب والتدريبات لمجابهة فيروس كورونا. أيضا نحن تنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتدريب الفرق الطبية، وكذلك منظمة اليونيسف اللي هم يعني هذه المنظمات الفاعلة، وكذلك لنا الخط الآخر مع سكان الأمم المتحدة، المنظمات الرئيسية والشريكة التي حاليا يعني تعمل مع وزارة الصحة، وأيضا مركز سلمان الذي يعني الداعم الرئيسي لهذه المنظمة، تعمل لمقدم من الحكومة الشرعية اللي هو عبر أطر الفرق الذي شكلت واللجان لمجابهة فيروس كورونا. نعم، إذا ما هي احتياجات وزارة الصحة في هذه الآونة؟ طبعا نحن ما زال أمامنا احتياجات اللي هي مثلا الأجهزة التنفس الصناعي، يعني نحن نحتاج تقريبا إلى ما يقارب إلى 500 جهاز تنفس صناعي، أيضا بنحتاج إلى أيضا إلى تغطية الملابس السلامة المهنية، لأنه إذا لا سمح الله وبدأ الوباء يعني بيكون يعني نحتاج إلى كميات إضافية للكميات التي ما زال يعني موجودة لدينا، وما زلنا ننتظر تمويلها أيضا من منظمة الصحة العالمية. فهناك يعني بيكون احتياج كبير. لو لاحظتي يعني مثلا ما يحدث الآن في البلدان العظمى الذي يعني ما زالت يعني أصبحت باحتياج أشد لمواجهة هذا الوباء، ما ذلك ونحن في اليمن في ظل الأزمات الراهنة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتورة شق سباعي وكيل وزارة الصحة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. واسمح لنا دكتور آدم أنت والسادة المشاهدين أن ينضم معنا أيضا عبر السكايب الدكتور محمد البعداني، وهو طبيب يمني في إيطاليا. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير أختي الكريمة، ومرحبا بكم جميعا وبجميع السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور محمد. لو سألتك كونك تعايش أكبر مأساة في إيطاليا، ما أبرز ما يمكن نقله كتجربة معاشة لليمنيين؟ طبعا إحنا لو عرجنا على التجربة الإيطالية وما حصل في إيطاليا ونسقط هذا على الوضع اليمني، في إيطاليا في تاريخ 30 يناير كان هناك حالتين سائحين صينيين قدموا من الصين إلى مدينة ميلانو. بعد تاريخ
15 فبراير كان هناك فقط 3 حالات، في تاريخ 15 مارس عفوا او في تاريخ 2 مارس كان عدد الحالات اكثر من 2000، وبدات ايطاليا بفضل الحجر الصحي الالزامي في تاريخ 8 مارس. احنا اليوم نتكلم عن 162 الف حاله. مشكله فيروس كورونا بسرعه الانتشار، الانتشار الرهيب اللي يعني لا يحتاج الفيروس، لا يحتاج المصاب لكي ينقل الاصابه لشخص اخر لاكثر من 10 ثواني، اكثر من 10 دقائق حسب الكلام اللي نسمعه الان في حسب الابحاث اللي عملت مؤخرا. نعم. طبعا سرعه انتشار الفيروس بتعمل ضغط كبير على الاطباء في المستشفيات، وبالتالي الدول التي كانت لديها اسره عنايه مركزه، يعني احنا نتكلم في ايطاليا عن 25,000 سرير عنايه مركزه او غرفه عنايه مركزه، لو اسقطنا الوضع اليمني سيكون الوضع كارثي لا سمح الله لو دخل الفيروس اليمن. ما زلنا نامل بتجنيب اليمن من دخول الفيروس، هي الضامن الوحيد لكي نستطيع التغلب على هذه الجائحه. نعم، اذا ابقى معنا دكتور محمد سعود. اليك دكتور ادم، يعني في ظل الاحتياج الكبير للكادر الطبي، والذي نعلم ان اليمن يعني بحاجه اليه، وخاصه محافظه تعز نتيجه اغلاق المستشفيات وهجره العديد من الاطباء والممرضين، في ظل هذه الجائحه يعني كيف يمكن التصرف حيال ذلك؟ طبعا اختي العزيزه، هو اللازم من يعني استيعاب كل الطواقم الطبيه والاطباء المتعاقدين الذين كانوا قد تم تقاعدهم، يعني عفوا المتقاعدين، ايضا عودتهم الى العمل، وايضا ممكن حتى في اذا اضطر الامر الى استخدام ايضا طلبه الطب في المستويات العليا، المستويات الاخيره، المستويات الخامسه والسادسه والامتياز. طبعا لكن مشكلتنا الان والتي ستكون هي الكارثه لا قدر الله في العنايات المركزه واجهزه التنفس الصناعي، يعني تخيلي معي انه في تعز لا يتجاوز الان معنا 8 اجهزه تنفس صناعي صالحه او شغاله، هذا في الايام العاديه. تخيلي يعني ايضا انه يعني المريض يمر يوميا الى كل المستشفيات، يمر مستشفيات تعز بما فيها الحكوميه والخاصه، ولا يجد حتى سرير عنايه احيانا، مش جهاز تنفس صناعي، احيانا لا يحتاج يعني لا يلقي سرير عنايه مركزه. فهذه هي الان الكارثه، وهذه هي الماساه الحقيقيه التي ستكون لا قدر الله في حال وصل الوباء. نعم، اذا اسمح لي ضيفي العزيزين يعني ان ينضم معنا الدكتور عبد العزيز الشدادي، ولكن قبل انضمامه نذهب سويا لمتابعه هذا الاستطلاع حول وضع الناس تجاه فيروس كورونا. العدد غير كافي، احنا نشاهد بلدان يكون معها ما يقارب 25,000 جهاز تنفس صناعي وتكون عاجزه عن استقبال حالات، اذا سمح الله انتشر الوباء سيكون هناك حالات كثيره، والاجهزه المتوفره خاصه اجهزه التنفس الصناعي التي يحتاجها كبار السن والامراض الذي وصلوا الى مرحله متقدمه من الوباء او مرحله متقدمه من المرض ويحتاجوا الى تنفس صناعي او دعم جهاز التنفس الصناعي، اذا سمح الله انتشرت بشكل كبير، فما هو متوفر معنا تقريبا ما يقارب 30 او 35 جهاز تنفس صناعي في مأرب. فيما يتعلق بالكادر الطبي، الكادر الطبي نحن بدأنا قبل يومين في العاصمة عدم تدريب 80 طبيب لمدة أسبوع، وإن شاء الله الأسبوع القادم سندرب في العاصمة عدن أيضا 120 طبيب، وفي كل المحافظات سندرب 120 ممرض، وفي كل المحافظات سنقوم بالتدريب للأطباء والممرضين بشكل عام في المستشفيات الخاصة والعامة ومراكز العزل. في المحافظات الثانية مشكورين بيقوموا في تدريب للكوادر الصحية الخاصة بمراكز مركز العزل أو مركز الحجر، أما بما يخص العناية إذا مشاهدينا الكرام ينضم معنا أيضا الدكتور عبد العزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة والسكان في مأرب من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية. مساء الخير دكتور عبد العزيز. نعم، إذا يبدو أنه ليس حاضرا معنا الآن، سنعاود التواصل بك دكتور عبد العزيز. وأعود إليك دكتور محمد البعداني. دكتور محمد، يعني ربما تحدثت أنت عن سرعة انتشار الفيروس بطريقة هائلة، إذا يعني ربما أبرز ما يمكن تفاديه في الوضع اليمني هي حالة الوعي لدى الناس، ما الذي يمكن قوله في هذه النقطة؟
طبعا في هذه النقطة تحديدا أهم ثلاث نقاط لمكافحة انتشار الفيروس هي البقاء في المنازل، الخروج للضرورة القصوى، اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي، بمعنى أن كل شخص يعني يضطر أن يخرج للعمل أو أن يخرج خارج المنزل يجب أن يفرق مسافة لا تقل عن مترين بينه وبين أقرب شخص، بالإضافة إلى النظافة الشخصية بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كل ما لامس السطح او كل ما يعني تعامل باليد وعدم لمس الوجه قدر الامكان. هذه الثلاث الطرق هي الثلاث الطرق الاكثر جدوى في مكافحه فيروس كورونا، وطبعا بحسب التجربه الصينيه واجراءات الحجر الصحي كانت هي الاجراءات الاكثر فعاليه في الحد من انتشار الفيروس. نعم، إذا وأعود إليك دكتور آدم وأسألك، ما الذي قدمت منظمة الصحة العالمية يعني الاستعدادات لوصول فيروس كورونا إلى اليمن؟ طبعا أنا لا أعرف طبعا بالنسبة لليمن، لكن بالنسبة لتعز هناك قدمت منظمة الصحة العالمية طبعا إلى الآن فقط جهازين تنفس صناعي حسب علمي الذي وصلوا إلى مدينة تعز، وبعض الأجهزة المراقبة أيضا في العنايات المركزة. طبعا الأسرة الذي يتم تجهيزها حاليا لا تتجاوز يعني تقريبا 6 أسرة وهي عناية مركزة، لكن ننتظر منهم أيضا تقديم الدعم بالنسبة، وأيضا قدموا أشياء ومستلزمات يعني الحماية الشخصية للأطباء والطواقم الطبية، لكن نحن ننتظر ماذا ستقدمه الحكومة يعني أو ستقدمه الجهات الرسمية. يعني صحيح أن منظمة الصحة العالمية هناك يعني لها سياسات أو لا ندري ما هي، لكن أين دور الحكومة أو دور الجهات الرسمية؟ يعني إلى الآن يعني لم نرى أي مثلا مركز عازل أو مركز حجر يعني تتكفل به الجهات الرسمية أو الحكومة للمحافظة مثلا أو لبقية المحافظات بشكل رسمي من المحافظة. يعني ينتظروا المنظمات متى ستأتي وتجهز لهم. نعم. يعني أو المبادرات أو بعض المؤسسات، وهذا أمر يعني بصراحة مخزي. يعني لازم يكون للسلطات المحلية والسلطات الرسمية دور أساسي في هذا الوباء، لا ينتظروا متى ستأتي المنظمات أو المبادرات أو المؤسسات الخيرية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور آدم الجعيدي، المدرب المعتمد في مواجهة ومعالجة كورونا لدى منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة وعضو غرفة الطوارئ مكتب الصحة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وينضم معنا الآن دكتور عبد العزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة وسكان في مأرب عبر الأقمار الاصطناعية أيضا من مأرب. مساء الخير دكتور عبد العزيز. مساء الخير، أحييك وأحيي قناة بلقيس وأحيي جميع الأخوة المستمعين المشاهدين إن ما كانوا. أهلا بك دكتور عبد العزيز. إذن في ظل انهيار المنظومة الصحية منذ الانقلاب بالذات، ما الذي يمكن يعني عمله أو تقديمه لاستعدادات وباء كورونا؟ حقيقة هو في ظل الحروب والمحن التي تمر بها البلاد بلا شك أنه تأثر القطاع الصحي تأثر بالغ جدا، خاصة في ظل الهجمة الشرسة من الميليشيا الحوثي، لأنهم لا يفرقوا بين مرافق صحية ولا قناة عسكرية. عندنا في مأرب تعرض كثير من المستشفيات كثير من المرافق الصحية للهجوم بالغ، وبعضها تضر وبعضها تدمر بتدمير كلي. لكن بالتعاون مع جهات السلطة المحلية حاول نعيد النفس بعض الشيء للقطاع الصحي، إلا أنه يظل في ظل الضغط الشديد اللي نواجهه في خاصة في محافظة مأرب. مهما بلغنا في الجانب الصحي إلا أن العجز قائم بشكل كبير جدا، لأنه مأرب تحولت فجأة من محافظة ذات كثافة سكانية قليلة إلى انفجار سكاني كبير بسبب النازحين، علاوة على ذلك امتداد الجبهات من أقاصي الجوف مرورا بنهم ثم صرواح وكذلك جبهات الفتيف البيضاء كلها تعتبر عبء على القطاع الصحي في محافظة مأرب. وبهذا يظل القطاع الصحي يعاني من مضاعفات يعني متتالية ترهقه وتخليه يعني ضعيف جدا قدام وباء مثل وباء كورونا. إذا كانت أحد الأنظمة العالمية عجزت أو وقفت حائرة أمام مثل هذا الوباء، فكيف سيكون بنا لا قدر الله في اليمن؟ ولعل من ألطف الله عز وجل هو
تأخر هذا الوباء نظرا لضعف الاستعداد لدينا في الجمهورية اليمنية. حقيقة أنه دور الوزارة مع الجهود التي يحاولوا بذلها إلا أنه لا يزال في 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 محدودية بالغة، ونفتقد إلى شيء من عدالة التوزيع لما تستطيع الوزارة الحصول عليه سواء من الجهات الحكومية أو من الجهات المانحة. كيف عدم يعني معنا على أنه هل وضحت لنا هذه النقطة دكتور؟ يعني ما الذي تعني بعدالة التوزيع؟ أقصد بأنه معايير التوزيع ينبغي لا تقام على العدد، يعني عندنا عدد 21 محافظة إذا نوزع لكل محافظة بتساوي، لا، ينبغي على الكثافة السكانية، على الأعباء الصحية التي تتحملها المحافظات حتى نستطيع أنه نوازن مهامنا التي نقوم فيها. نحن مثلا في محافظة مأرب ذكرت الكثافة السكانية للنازحين التي تقدر بالملايين، إضافة إلى الوضع الضغط الجبهات التي تمتد من الجوف ومرورا بنهم ثم صرواح ما يقارب 1700 كيلو متر فيها الجبهات مشتعلة، إضافة إلى جبهات البيضاء، كل هذه يتحمل عبها القطاع الصحي في محافظة مأرب. ينبغي أن ينظر إلى هذا، وكان وفد الوزارة يوم أمس في زيارة لمأرب أوضحنا لهم هذا البعد اللي لابد أن يراعوا فيه، لا يعطى مثلا يعني محافظة هادئة ليس فيها نزوح ليس فيها حروب من المعدات والسيارات الإسعاف ومستلزمات التدخل كما تعطى محافظة بالحجم الذي تواجه محافظة مأرب من الضغوط. هذه الحاجة اللي أقصد بها في عدالة التوزيع، وقد طالبنا أكثر من مرة معالي الوزير الصحة وطالبنا الأخوة في الوفد اللي زارونا بأن ينقل الصورة بشكل واضح للوزارة حتى نستطيع أنه نقاوم أو نقوم بالحد الأدنى لمواجهة الفيروس من الناحية الصحية. هل بدأتم بعمل معازل ومحاجر طبية استعداد، خاصة وأن مأرب تعد نقطة للذاهبين و الخارجين منها وإليها، فيعني هناك قلق من هذه التحركات، ما الذي قمتم به؟ حقيقة أنا أشرت أنه مأرب فيها استثناءات كثيرة، من ضمن الاستثناءات أنه حينما أعلنت أول حالة في محافظة حضرموت اتخذت كثير من المحافظات قرار مباشر بإغلاق المحافظة، لأنه هي عبارة عن محافظات ممكن يأتيها الناس لقضاء حوائجهم داخلها، لكن مأرب تختلف بكونها تعتبر ممر دولي تربط بين المحافظات الشرقية ومحافظات شمال الشمال والمحافظات الشرقية ومحافظات الجنوبية، وبالتالي من الصعب جدا وسوف تعطل كثير من معايش الناس إذا اتخذت السلطة المحلية هذا القرار وأغلقت المحافظة. اضطرنا ذلك لتحمل القطاع الصحي عبء الفحص والحجر في مداخل المحافظة، وهذا اللي بدأناه في بداية هذا الأسبوع على الطريق الدولي القادم من المحافظات الشرقية كون الفيروس ظهر هناك، وهذا يحملنا عبء كبير جدا. نحن قمنا في يعني الاعتماد 4 استراتيجيات أساسية في الجانب المعالجة ومعالجة جانب التدخل الصحي، فضلا عن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها لجنة الطوارئ واللجنة الفنية في التحرك العام من إغلاق المحلات الازدحام الحدائق المنتزهات الاستراحات غيرها، إجراءات كثيرة اتخذت لجنة الطوارئ، لكن سوف أتكلم عن الجانب الصحي اللي فيه 4 استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى عدينا 77 فريق، ونحن اليوم في طور تطوير إلى 120 فريق. هذه الفرق سوف تقوم بالتدخل في المنازل أو المعالجة في المنازل على ضوء بلاغات المواطنين، وهذا اللي ندعو المواطنين فيها أنه في حال ظهور أي حالة مرض تنفسي أو أي مرض في الجهاز التنفسي بشكل عام يتم البلاغ عبر غرف العمليات في المديريات، بحيث يتوجه الفريق إلى المنزل لتقديم الخدمة والمشورة الصحية. إذا ظهرت لهم حالة اشتباه قد يقوموا بالعزل المنزلي، أو إذا كان لديها مضاعفات ممكن ينقلوها إلى مركز الحجر الرئيسي. هذا خط الدفاع الأول اللي اعتمدناه في مكتب الصحة في محافظة مأرب. الخط الثاني سوف نواجه صعوبة في مخيمات النازحين التي تفوق 40 تجمع للنازحين في مأرب. قمنا بالشراكة مع شركاء الصحة في كلستر الصحة بإعداد 7 محاجر خاصة أو مراكز عزل خاصة بالمرضى الذي سوف يعني يكون في المخيمات لا قدر الله، بحيث كل مجموعة من المخيمات يكون فيها مركز عزل مخصص لها، وهذا يعتبر عبء إضافي ليس غير موجود في أي محافظة من محافظات الجمهورية حاليا. الأمر الثالث والاستراتيجية الثالثة، الحالات التي لديها مضاعفات نقوم حاليا بتجهيز محجر رئيسي أو مركز عزل رئيسي في جامعة إقليم سبأ،
هو الآن في طور التجهيز، بدأنا أمس في تركيب أجهزة التنفس الصناعي بعد 4 أجهزة، تعتبر حاجة مخجلة أمام جائحة مثل كورونا. لكن الأخوة في 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 منظمة الهجرة الدولية يعدونا بأنهم سوف يكملوا المحجر والعزل، مركز العزل الرئيسي، بجاهزية 12 سرير عناية مركزة و60 سرير رقود عادي مصحوب باسطوانة الأكسجين تحسبا للحالات ذات المضاعفة. الاستراتيجية الرابعة والتي ألزمنا بها إلزاما وتعتبر أيضا من الاستثناءات التي تعيشها محافظة مأرب، أنه مضطرين الآن لإقامة مراكز حجر في مداخل المحافظة لفحص المسافرين القادمين إلى المحافظة والمارين عبر المحافظة، بحيث نستطيع أنه نتفادى دخول أي حالة لديها اشتباه دون أن تمر على مراكز الفحص التي سوف تحيلها بطبيعة الحال إلى مراكز العزل الأخرى أو ألقاء المخالطين لهم في السيارات أو في أماكن أو في المركبات النقل، سوف يتم نقلهم إلى محاجر خاصة. لازلنا في ترتيب هذا الجانب، وإن كنا قد بدأنا بفحص لمدة الأيام من بداية الأسبوع إلى اليوم، ولا زالت الأمور طيبة ومبشرة. نتمنى أن تستمر يعني في مكتب الصحة بالمحافظة. نعم، سأعود إليك دكتور. إن شاء الله تعالى، هذا هذا أمنيتنا من الله عز وجل. نعم، ومن قلب يعني أكبر مأساة ربما في العالم إيطاليا، نذهب للدكتور محمد البعداني لتوضيح بعض الصور. ربما سمعت دكتور محمد للإجراءات البسيطة التي تقوم بها وزارة الصحة حسب الإمكانيات المتاحة معها، وتعرف تماما كيف هو وضع اليمن الصحي بالذات، هو متدهور من قبل الحرب وازداد يعني الوضع سوء بعد الحرب. يعني هذه المخاوف ربما حين نسمع الأعداد المهولة في إيطاليا وفي الصين وفي الولايات المتحدة وفي فرنسا، الدول العظمى التي لديها إمكانيات عالية وصلت بها الجائحة إلى هذا الوصول وأسقطنا الوضع على اليمن واليمنيين، برأيك كيف يمكن طمأنة الناس ويعني إيصال فكرة أن الوعي ربما هو السلاح الأول أمام هذه الجائحة؟ نعم أختي الكريمة، طبعا احنا لا مقارنة بين النظام الصحي في اليمن أو حتى في الدول المجاورة، الدول الخليج أو الدول العربية أو حتى دول العالم المتقدم. طبعا انا سمعت الدكتور من تعز والدكتوره من عدن وعن الامكانيات الموجوده. صراحه الامكانيات المتاحه او الاشياء التي عملت لحد الان لا تقوى لمكافحه الملاريا، ما بالكم بفيروس كورونا. فالاولى انه احنا نتخذ اجراءات لمنع دخول الفيروس. طبعا احنا الان في حاله عندنا في حضرموت، اتمنى ان يتم عزل كل المخالطين وفحصهم. الى الان لم تطلع علينا وزاره الصحه الحكومه الشرعيه باي تصريحات جديده او مكتب الصحه في حضرموت. الحل الوحيد لليمن انه احنا نجنب اليمن من دخول الفيروس في اجراءات سهله. احنا قلنا انه يتم منع دخول المسافرين القادمين من الخارج الى اليمن، لانه الفيروس انتشر في اوروبا عن طريق المسافرين من الصين، ونفس الكلام وصلت الى امريكا. احنا في اليمن لو تم منع وعمل حلول للعالقين اليمنيين الذين خارج اليمن، ومنع دخول الناقلات، حتى الناقلات التجاريه يجب ان يتم وضع عمل حجر صحي في المنافذ، في سواء كان في المنافذ البريه او في الموانئ اليمنيه، لان الحاله اللي قدمت الى الشحن كانت سفينه قادمه من الامارات. لو تم اتخاذ اجراءات اسهل بعزل الطواقم اللي كان على السفن، او بمعنى اصح عمل محاجر في المنافذ، بيتم تجنيب اليمن الوباء، لانه النظام الصحي في اليمن غير قادر تماما على تحمل اي حالات اصابه بفيروس كورونا. الاجراءات اللي شفناها اجراءات تكاد لا تذكر مقارنه بالاجراءات اللي شفناها في اوروبا، وشفنا هذا الانتشار. الرساله اللي دائما احنا نحرص عليها اللي هي رساله مجتمعيه للناس باليمن، انه البقاء في المنازل، الخروج للضروره، التباعد الاجتماعي والنظافه الشخصيه. احنا كل ما قللنا من احتمالات الاصابه كل ما ساعدنا الاطباء وساعدنا البلد انه يخرج من هذه الكارثه. شفنا في ايطاليا عندما حصل يعني تهاون بسيط بعد فترة الحجر الصحي، زادت الأرقام بمعدل 1000 إصابة يوميا. وعندما التزم الناس بالحجر عادت الأرقام إلى الهدوء، واستطاع الأطباء تقريبا أنهم يقللوا معدل الوفيات في الأيام الماضية، في 3 أيام الماضية.
نعم، إذن دكتور، هذه النصائح التي تقدم لليمنيين، البقاء في المنازل، استخدام يعني أدوات النظافة ونظافة اليدين بالذات بصورة دائمة في ظل الوضع الدائم، ربما قوبلت بسخرية مجتمعية عالية، يعني تطلبون منا البقاء في المنزل، كيف سنعيش نحن دون رواتب؟ أغلب الناس أعمالهم باليومية، الفقر الشديد الذي لا يتيح لكثير من المناطق وجود أبسط أدوات النظافة، وربما تعلم تماما يعني ما هو وضع اليمن واليمنيين في هذا الجانب، والبعض الآخر أيضا استقبلها بسخرية مختلفة، ما زلنا بالأغاني الساخرة وبالتجمعات، وكأن الأمر يعني لا يعنيهم، وهناك فئة لا بأس بها ربما ناشطة مجتمعيا في الفيسبوك والتواصل الاجتماعي التي تحاول توعية الناس، أمام يعني الوعي البسيط لدى الناس والفقر الشديد، كيف يمكن تجاوز هذه النقطة دكتور؟ طبعا أنا يعني أشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي حالات الاستهتار باليمن. طبعا احنا شفنا دول طبقت مناعه القطيع زي بريطانيا والان حصلت انتكاسه كبيره جدا، نفس الكلام ينطبق على امريكا. احنا في اليمن الشعب يعاني من فقر شديد، في يعني الرواتب لم تدفع للعاملين في الداخل، هناك خطوات يجب ان تقوم بها الحكومه الشرعيه والمنظمه الانسانيه وكمان المانحين، ايضا المغتربين، يجب ان يكون هناك تكافل اجتماعي في اليمن، دفع رواتب الناس، التكافل الاجتماعي يجب ان يفعل. في حال اضطر الشخص للخروج من البيت يجب عليه ان يتبع الارشادات الطبيه، ارتداء الكمامه، التباعد الاجتماعي، كلما قلل الاختلاط كلما قللنا من احتماليه الاصابه، ايضا عدم التجمع في الاعراس او في المساجد، اذا كانت يعني مكه والمدينه واقدس مقدسات المسلمين اغلقت بسبب جائحه كورونا. احنا نشاهد في دول الجوار، في المملكه العربيه السعوديه يوم امس فقط رغم الاجراءات الشديده هناك اكثر من 450 حاله اصابه بفيروس كورونا. فلو انتشر المرض عندنا في اليمن، احنا شعب اجتماعي جدا، ممكن تكون كوارث لا سمح الله. ما زال املي انه الشعب ياخذ الامور بجديه، الناس تاخذ الامور بجديه، انه يحصل نوع من التكافل الاجتماعي، ان تتحمل الحكومه الشرعيه واجباتها وتطلق رواتب الناس، جميع الاطراف يجب ان تتحمل مسؤوليتها سواء الحكومه الشرعيه او في حكومه فرعاء، المنظمات المانحه، المغتربين، المنظمات الانسانيه، اللاجئين ومخيمات اللاجئين المنتشره في مارب او في صنعاء، يجب ان تكون هناك حلول ايجابيه، عمل حجر صحي بشكل صحيح في المنازل او مثلا في مارب او في عدن او في تعز او في البيضاء، شاهدنا الحجر الصحي في البيضاء كارثه انسانيه بحد ذاتها. إذن اسمح لنا دكتور، سنعود للدكتور عبد العزيز الشدادي، ولكن أيضا قبل ذلك نذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع. تم استكمال المرحلة الأولى في مركز العزل في عاصمة المحافظة عتق، وبسعة 9 أسرة في هذا المركز، وقابل للتوسعة لحد 24 إلى 30 سرير كمرحلة ثانية. متى ما تم استكمال المرحلة الأولى بدأنا الآن نطلب الدعم لاستكمال المرحلة الثانية. المؤسسات الطبية والصحية والمؤسسات الأمنية والعسكرية في حالة انهيار تام، ولذلك باليمن لابد أول شيء بإكمال يعني سد فجوات الخلل، أولا منع الدخول والخروج برا بحرا جوا، هذا واحد. اثنين كحجر جماعي، يعني اليمن لا تقارن شيء بالدول الأوروبية اللي تحدث فيها الكارثة اليوم، في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك مصانع أجهزة التنفس الصناعي وتمتلك طواقم طبية عالمية وكادر طبي ومراكز أبحاث علمية تبحث في مجال الأوبئة والفيروسات والحياة العامة. اليمن منهار، اليمن صفر. إذا لم تم إغلاق هذه المنافذ لن إن شاء الله لن يصاب أي من بها. بالنسبة للمحافظات اليمنية بشكل عام، مشكلتنا في المحاليل. المحاليل لا توجد أي محاليل في الجمهورية اليمنية، لا بمناطق الحوثيين ولا بالمناطق التابعة للشرعية. بنفس الوقت عدم وجود الكادر الطبي المتخصص برضو لمتابعة الوقاية من فيروس كورونا، عدم وجود التجهيزات اللازمة من مستشفيات ومن مش عارف ما، كذلك الموازنات التشغيلية، رغم انه على ما اعتقد انه وزير التخطيط والتعاون الدولي انه رصد البنك الدولي رصد مقارب 25 مليون دولار دعم لليمن لمكافحة
فيروس كورونا مع على صنوب بالتنسيق مع وزارة الصحة. لا نعلم كيف بيتم توزيع هذا المبلغ، هل بيتم توزيعه على المستوى المحافظات أم بيتم صرفه من قبل الوزارة التعاون الدولي ووزارة الصحة، وتبقى المحافظات وطواقمها الطبية بدون أي إمكانيات للجانب هذا. نعم، إذن بعد هذا الاستطلاع دكتور عبد العزيز، ربما هناك طرحت أكثر من إشكالية حقيقة، وبالتأكيد أنتم على اطلاع بها، ولكن لو ناقشناها مسألة إغلاق المنافذ ربما كانت هي أبرز فائدة لليمن، هو الحصار المطبق عليها وهو ما أخر ربما وصول الفيروس بالشكل الذي نجده عند بقية الدول بسبب هذا الحصار. هل فرض إغلاق المنافذ حقيقة مع يعني وضع محاجر عزل أو محاجر طبية يعني لعزل الذاهبين والخارجين المضطرين لذلك؟ بداية أنا أتحفظ على كلمة الحصار، لأنه هذا لفظ يستخدمه الجناح الحوثي، لأنه فرض على المجتمع وعلى الوطن وعلى المنطقة بشكل كامل أو يعني واقع عسكري أو واقع ميليشاوي، خلى الشرعية هو حلفائها يتخذوا من إجراءات لتأمين البلد والعمل على استعادة ما نهب من البلد. بالنسبة لقضية المنافذ، سواء كانت الجوية المتمثلة بالمطارات أو البرية المتنفذة بمنفذ الوديعة وبعض المنافذ في السعودية أو منفذ في سلطنة عمان أو المنافذ البحرية، هذه كلها ومن وقت مبكر بدأت وزارة الصحة وبالإمكانيات الضئيلة التي كانت متوفرة لديها بإيجاد فرق طبية للعمل على فحص القادمين، حتى صدر القرار اللي كان معتبر بالنسبة لنا في مكاتب الصحة أو في القطاع الصحي بشكل عام بالجمهورية يمثل حجر الأساس في إنه نحافظ على وجود وخلو الجمهورية اليمنية من كورونا. طبعا هذه وايضا قله احتكاك اليمن وزيارات من الدول الاخرى اللي كانت مصابه بالفيروس واللي تمدد فيها ما بعد، هي كانت هي الاساس في خلو الجمهوريه اليمنيه من هذا الفيروس. ورغم هذا ومع انه كانت المنافذ مخصصه للتبادل التجاري، الا انها ظهرت لنا الحاله التي في ميناء الشحر في حضرموت. بلا شك أنه إغلاق المنافذ كان هي عبارة عن قرار استراتيجي بالنسبة للجانب الصحي، واستطاعت وزارة الصحة تعزز من قدراتها الصحية في المنافذ في خلال الفترة هذه، مما التحسبا لأي قرار آخر قد تواجه الحكومة ضغط كما هو حاليا تواجه ضغط من قبل الرعاية اللي موجودين في الخارج وبحاجة للعودة، ونحن نسمع الأصوات التي تعالى بالمنادات للحكومة بإعادتهم. لكن يظل إغلاق المنافذ وتعزيز القدرات الصحية فيها وتعزيز قدرات الحجر الصحي هي من أهم الاستراتيجيات التي لا بد أن تتخذها الدولة ممثلة في لجنة العيال الطوارئ، بحيث أنه نضمن بخلو الجمهورية اليمنية من الفيروس ونستمر في الوضع المطمئن اللي نحن نعيشه حاليا. طبعا عدينا فترة الحضانة التي كان يتوقع على قدر الله أنها قد تكون موجودة حالات مخفية، وبقى معنا المخاوف التي تثيرها الحالة التي ظهرت في الشحر، لكن نحن نقترب حاليا من الطمأنة حول هذا، لأنه إلى اليوم لم يتم اكتشاف أي حالة مخالطة. أجري كما سمعت من جهات أو مصادر موثوقة في الجانب الطبي في محافظة حضرموت بأنه أجري فحص لحالتين كان يعتقد لديه أعراض من المخالطين للمريض، إلا أنها طلعت النتيجة الأولى سلبية، وهم الآن في بصدد إعادة الفحص للحالات التي مشتبهة، سوف تظهر خلال غد تقريبا إن شاء الله تعالى نتائجها. فإذا ظهرت بالوضع السلبي أي أنها سليمة، هذا يعني بأنه سوف يعود اطمئنان لنا في القطاع الصحي، وسوف نعامل على سوف يتيح لنا فرصة أكبر للحماية المجتمع. لكن إذا ظهرت لا قدر الله حالات من الحالات المخالطة، يعتقد أن هناك حالات لم تعرف بعد، ولا زلنا في فترة الحضانة التي قد ربما تظهر فيها أي حالة في أي مكان. نحن في حال ترقب شديد، وهذا يتطلب منا إلى تعزيز ورفع القدرات الصحية خاصة في المنافذ والمداخل للجمهورية اليمنية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة وسكان في مأرب، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. أشكر لك أيضا دكتور محمد البعداني الطبيب اليمني في إيطاليا، كنت معنا عبر سكايب من إيطاليا.
وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله السلامة وأن تظل اليمن بعيدة عن هذا الفيروس. شكرا لمتابعتكم مرة أخرى، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.